موت الروز وفيديو خادش للحياة ما حصل فقط توقعات. انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار فيديو جريء لعارضة الأزياء السعودية موت الروز، إذ اعتبرها البعض أنه خادش للحياة بسبب ملابسها التي تخطط حدود الجرأة، مما عرضها العديد من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. جاءت التعليقات على الشكل الآتي: موت الروز مثال وسخ وبلا أخلاق عن المرأة العربية والخليجية خصوصا، ولا تمثل القيم العربية العريقة لا بالشكل ولا بالمضمون، رخص ما بعضه رخص، إن لم تستحي فافعل ما شئت، لحم رخيص ورخيص جدا. وقالت أخرى: حتى الأمريكان ما يلبسوا مثله، تصرفاتها وملابسها تشبه بنات الليل لا أكثر، كيف الناس تتابع وتهتم بهذه الأشكال؟ Do you want to wear this with a black dress? No. No, of course. We need. ومنذ فترة ارتدت موت الروز فستان مارلين مونرو الشهير ذو اللون الأبيض واسع من الجهة السفلى وبقصة مميزة على الركبة، وأخذت وضعيات جريئة للغاية في الصور، وظهرت وهي تقف ضمن حضور إحدى حفلات الدورة الماضية من مهرجان كان السينمائي، ومن خلفها ظهرت الفنانة التركية هاند أرتشيل تتحدث مع أحد الأشخاص. كما كشفت موت الروز منذ فترة عن سبب بقاء في الولايات المتحدة الأمريكية، لافت أنها قررت أخيرا مغادرتها إلى بلد آخر. I love being a woman.